عشان سكتنا على الدم من الاول ومفيش حاجه حركتنا غير بطننا، حتى بطننا مش عارفين نتحرك ندافع عن الجوع اللي احنا داخلين عليه. والله عذاب ربنا، عذاب ربنا اللي ينزل على الشعب ده، عذاب ربنا اللي ينزل الشعب ان ده احنا قدرنا عارف ان يا احنا شيخ شعب علاء دلوقتي؟ يعني انا كده بعد العشاء كده شفت واحده عامله فيديو بتقول لك انا عارضه كليتي على البيع وعارضه الرحم بتاعي للايجار، عايزه تاجر الرحم بتاعها. ده شعب في ناس والله العظيم بتساعد يعني الاجناس ايه دول. الرحم بتاعها للإيجار؟ اشغل لك الفيديو واسمعه، اشغل لك الفيديو لا يعني ايه بتغير، عايزه تاجر الرحم بتاعها اللي هو لو عايز حد يحط فيها نقطه. اسمع بتبقى اسمعوها، اسمع ده هي ام كلها بتبقى اسمع ام حاضنة يا شيخ علاء، واحدة ما بص بتخلفش هي مع واحد. 57 ثانية. اسمعوها اهي، ما هو أنا اسمعنا طالعة دلوقتي أقول صوتها طالع. أنا مش طالبة حاجة من حد، وعمري ما هقبل فلوس من حد، وعمري ما هقبل حاجة من حد. أنا معايا ذهب هبيعه، أصرف على عيالي، وإن شاء الله ربنا هيكون معايا، ومعايا برضه شوية قرشين هيتصرف. طب بعد كده انا عيالي صغيرين مش عارفه اخرج اشتغل، طب هعمل ايه؟ انا دلوقتي هبيع حاجه والحاجه دي ملكي انا مش ملك حد، ومليش دعوه باي حد تاني، ومليش دعوه باي حاجه تانية. المهم ان الظروف هي اللي اضطرتني ان انا اعمل كده، وظروفي ان انا مش عارف اشتغل، مش عارف اجيب فلوس، وعايزه اربي عيالي، وعايزه اعلمهم احسن تعليم. انا ببيع كليتي، هبيع كليه من كليتي، بس مش هبيعها غير باغلى الثمن، او هعمل حاجه تانية. دي شرعنا وكمان قانوني بتتعمل، وهي اني هاجر رحمي، هاجر رحمي ان يتحط فيه طفل ناس عايزينه، وهاخد برضه عليه. فانا الحاجتين دول هبيع كليه من كليتي، وهبيع هاجر رحمي، والاعلى سعر. محدش يسالني انت بتعملي ليه كده، ومحدش يلومني، ومحدش يتكلم معايا في اي حاجه تانية. انا باجر رحمي لانه يتحط في طفل بالقانون وبالشرع. ماشي. وكمان ببيع بالشارع، كليتي لاحظ بالشرع اللي اهم ده، حاجه. هسيب رقمي ويرنوا عليا. هو باين علي جمعه اللي افتلها الفتوى دي. يا عم الكليه ب 10,000 جنيه خلاص بقى ليها سعر، وهتاخد ال 10,000 جنيه تصرفهم علاج، لان اصلا الميه اللي انت بتشربها اللي هتشربها هتخلص عليها، ولا هتقدر تقوم تقف حتى على رجليك. انت متخيل الناس بدات تفرط في اعضاء لا جسمها؟ انت مش متخيل، انا انت ما خدتش بالك ان انا قلت لك سعر، انت ما خدتش بالك ان انا قلت لك سعر؟ لا هي بتقول لك باعلى سعر، يعني هي انت عايزه. ما خدتش بالك بقى ان انا قلت لك ان في سعر معروف؟ خلاص الموضوع بقى منتشر بطريقه انت ما انتش متخيلها. الغرفه عددها شويه النهارده ليه؟ عشان الكلمه اللي فوق دي، من يحكم مصر الان وحي وحي على حي على الجهال. ما طبعا وشعب، مش انا بقول حاجه، خليني اشتم الشعب. ولاد متناك بقول يا شيخ علاء، يعني واحده بتفرط في اعضاء جسمها والشعب اللي بيفرط في اعضاء، يعني ميت يعني انت معرض تموت في عمليه كفريه زي كده؟ سبب ان الغرفه فاضيه النهارده، مش انا بقول لك ولاد متناك قاعدين بيفسوا على المواقع. ده الباجت صابر العيال عنده عملوا علي حمله شتايم عشان قلت لهم الجهاد فرض عين في مصر، ولابسين دوب الثوره. يا شيخ علاء اللي انا اقصده ان شوف الشعب هان عليه نفسه وهان عليه صحته ان هو يفرط فيها. اه يا عم مش قادر يخرج على متر 55 صار. هي بالاخر هي بتقول لك هعمل ايه؟ يا شيخ علاء عشان احنا لسه بنقول غرفه بهجت، بهجت دلوقتي نفسه هو واللي معاه دول عقيد حسام وما حسامش، مش هم نفسهم بيحرضوا الناس لعدم النزول. اقول لهم يا جماعه العيد جاي، في يعني ايه العدم النزول يعني؟
يعني كلنا انا عن نفسي بخش اقول له يا عم حدد ميعاد وادعي الناس وشوف الناس اللي معاك محمد علي ومش محمد علي وموت اي حد اي عفريت قصدي يعني. الصبر مش هيدعي طول عمره، ما بيثقش في الناس اللي حواليه اصلا. ايوه ما انا بقى عشان نخلص مش هيدعي، هو انخطه كده يقول لك انا ما بدعيش خلاص ما بدعيش خلاص. انا تصبر له على الروم كده، تروح تقول له لا يا جماعه خط الدعوه يجب قبل الدعوه يكون في البديل للخروج من الازمه، والبديل هو مشروع بيتكلم فيه الشيخ علاء اهو موجود. اللي يختلف عليه اللي يختلف عليه يا مرحبا يا عم علي النعمه يا شيخ حسني ويا اخ علي يا شيخ علاء، والله علي النعمه ولا محتاجين مشروع ولا محتاجين بديل ولا محتاجين خرائط. الشعب ده لو نزل وشال الاصابع هو لو نزل دي هتيجي ابو بعد ما يشيل، استنى بعد ما يشيل الاصابع، بعد ما نشيل العصابه هننتقم منهم اشد انتقام وهنحكم بلدنا بدين الله. يا عم نزلوا في 2019 قعدوا يبصوا لبعض وروحوا. ايه نزلوا 2019 قعدوا يبصوا لبعض وروحوا. استنى يا اخ حرفوش، استنى يا شيخ قول يا شيخ علاء بتقول ايه. هو كلام، هو كلام يا شيخ علاء، احنا جبنا اخرنا من العصابه انت. بص يا مصر كله جاب اخره، جبت اخره وما جبت اخرك وما جبتش ماشي. اسمع بعد ما تشيلكم الصمات هتدير الدوله دي ازاي؟ هنديرها هنطلع الناس. طب ما اصلحني بقى، هنطلع الناس الاسود اللي جوه الشيخ حازم والناس المعتقلين الاشراف اللي معاه دول، هم اللي هيحكموا البلد دي، هم عارفين يحكموها ازاي وهيحكموها بدين الله وبشرع الله. يا مصر لازم تتقبل الراي الاخر. انت كده بتتكلم في حاجه لازمها دراسه جدوى، لو انت عملتها من غير دراسه الجدوى اللي بيتكلم فيها الشيخ علاء انت هتؤدي الى خراب كلي مش جزئي. خراب كل فين؟ هو بيقول لك انا ايه الخراب؟ انا بقول لك انا ايه الخراب؟ احكم البلد بنت الكلب دي ما اعرفش مش لو نزلت عشوائي كده مصر مش هتقدر تعمل اللي انت بتقول عليه ده. استنوا يا جماعه نشوف مين اللي فوق ده. في الصوم انتظار. انا حاطط لها الخياره ماسكه الخياره مستعد. استنى يا عم الحاج ايه واجب سد الحنك ما تتكلم. طب انزل تحت يلا. انزل تحت وخلصني. يقول لك فتى الاسلام، فتى الاسلام وحاطط لي سوره السيسي وانتصار كمان. هو دخل قال كلمه واحده، قال قصوم وانتصار، ما قالش غيرها. كاتب لك تحيا مصر وجيش مصر. قص ام الجيش المصري. بص ده مش جيش، ده عصابه ماسونيه بنت دين كلب، عصابه ملحده كافره. فين علاء سلطان؟ يلا دينا قال لنا ادابنا. اقسم بالله لو امتلكنا الشارع الناس نزلت هاجت بس مدينه واحده في اي محافظه، وهاجت لا تقوم كلها، وفي خلال ما هيكمل 72 ساعه لا يكونوا متعلقين على المشان كلها كلها الدين الكلب دول. الشعب عارف يحكم البلد ازاي يا ابني. بص ما تكتمش بالدين يا عم، ما تكتمش بالدين يا عم الحاج. المشاريع ديت والقصص دي عشان البلد دي تنضف عايزه يتقتل فيها 2 مليون واحد. والله ما يجوا 2 مليون يا شيخ علاء، اقسم لك ما يجوا 2 مليون. اقسم بالله ما يجوا 20، ما يجوا 20,000. العصابه اللي نهبه البلد ما تيجي 20,000 ولا 10,000. متهيألك يا مصر انت بتستعبط. 20,000 ايه؟ نصرة السيسي 20,000. القيادات ورجال الأعمال يا شيخ. ولاد المتناك، أي ابن متناك لابس الكاكي لازم يتقتل هو وأهله. لو عندهم عيال صغيرة كده هنقتلوهم. شوف بقى الانتقام هيوصل لفين؟ عشان تبقى أنتوا فاهمين بس أنتوا رايحين فين. وعلى فكرة هقول لك حاجة مهمة جدا وحطها على ودانك يا شيخ. القانون هقول لك حاجة مهمة، حطها حلقة في ودانك ويا ريت تكررها في كل مكان. أي لبس الكاكي في مصر هيتقتل يا شيخ علاء. هقول لك حاجة، حطها حلقة في ودانك ويا ريت تكررها في كل مكان. 12 عيلة ولاد المتنكة اللي ما تحطش حلقة، حطها أنت في حلقة في حتة تانية. حطها عليك أنت تنظم عيلة. اسمعني يا شيخ علاء، أنا بقول لك حاجة لوجه الله، صوتك مسموع ويا ريت توصلها للناس كلها. القانون الدولي يسمح بذلك، القانون الدولي بيسمح بالمحاكم الثورية والانتقام لل ثورية مين وبتاع مين؟ القانون الدولي مين بقى؟ ما خلاص الشعارات اللي مش بتاعتنا دي. القانون الدولي كان عامل لك ايه؟ اسكت عشان ما حدش يقول لك اللي يعرف يقول يقول.
عشان ما حدش يقول لك ان احنا بندعو للارهاب، عشان ما حدش يقول لك ان احنا بندعو للارهاب والكلام ده كله بالقانون الثوري، كله قانون الشعب. حبيبي احكام مرفوعه. اي ابن بدك، جيش، شرطه، قضاء، اعلام، الطوائف دي كلها، اعلام، رجال اعمال، العائلات ال 12 اللي مسيطرين على اموال مصر، كل ده ذبح. ذبح بمعنى كلمه ذبح يا شيخ علاء. انت لو 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 واحد ليه واحد صاحبه في الجنرالات الكبار بيبعت ابنه يقول له بابا صاحب البيت، انت واخد بالك، بينوبوا من التورته، اقاربهم واقارب اقاربهم وزمايلهم واصحابهم ومعارفهم، كل ده بيكون مستفيد. تقول لي 20,000 محمد علي ده، محمد علي ده، محمد علي ده عارف ثروته كام؟ مبلغ 100 مليون جنيه. محمد علي ده كان زعلان ان هو كان عايز يعمل مشروع، وقالوا له طب روح لدي لهشام طلعت مصطفى، هي دي مشكلته عشان تبقى فاهم من كل اللي حكيت. لما عيل واخد 600 مليون ويجي يقول لهم 2 مليون يقول لك ازاي ده هم 20,000؟ ده استعبط. 20,000 بس طلعوه من مصر سلطه مليطه يا شيخ. ما قلناش كده نطلع الكيس، مفيش حاجه اسمها سلطه مليطه يا عم. ما هو قال لك انا حركت فلوس، قال لك خرجت 3 مليون يورو بلسان. اي ابن بدك لبس كاكي، لبس كاكي حط على صدره ولا على كتفه النصور والكلام ده كله، هو ابن بدك وهيتقتل. كل عقود الهيئه الهندسيه هتتراجع، كل عقود الهيئه الهندسيه تتراجع، اسمع، وكل اللي اشتغل معاهم يتحاسب. حبيبي يا شيخ علاء، اي واحد ثوري مدني يقف في قتلهم هيتقتل. اي واحد ثوري هيقف في وش قتل هؤلاء هيتقتل معاهم. على طول ذبح. هقول لكم اهو اللي جاي يا ابني حماده تاني، اقسم بالله اللي جاي نفافيخ بلالين بوم. طب امتى بس يا شيخ؟ لازم تحدد ان شاء الله يكون بعد 100 سنه جاي. لازم تحدد موقفك دلوقتي من ولاد المدنكه ده. هتقول جيش مصر هتتفشخ، اول بس ما تقول جيش مصر قدام ناس معاها كلاشيك هتبص لا يشدوا الكلاشيك قدامك في بورتك، هيعتبروك معاهم. انا بقول لك اهو من الوقت. بص حاجة مهمة جدا يا شيخ، انا عايز استشيرك فيها بمناسبة جيش مصر ومش جيش مصر. ايه رأيك ان ابن الكلب الجاسوس المزروع ده محضر خطة؟ الواد ده ما بقولش اي كلمة، اللي اسمه ايدي كوهين اللي قاعد في تل ابيب ده غير لما بتحصل، وكل حاجة عنده بتبقى بيقولها بتحصل. يكون مجهز خطة ابن الكلب ان هو ساعة ما تقوم ثورة يكون مد الاوامر للجواسيس المزروعة اللي معاه اللي في الجيش، اللي في قيادات الجيش، يفتحوا سينا ويسيبوها. انت برضو عايز تقنعني ان 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 الجيش ده حاجه ومزروع فيه حاجه؟ ده كلهم ولاد متنكه ماسونيين رسمي. طب ماشي، ما انا بقول لك يا شيخ علاء ولاد متنكه رسمي. احنا كشعب عايز والله، انت يا مصر عايز تطلع منهم كام؟ اللي لبس البدله اسمع اللي بقول لك عليه يا جماعه، ما تسمعوني بس اقول النقطه بس. بطلوا دروشه وبطلوا ايه؟ ان الجيش جسمه حلو بس هو مزروع فيه. قص امه كلهم ولاد دين كلب. اي ابن متناكة مش هقول يا عم، انا مش قلت لك 100 مره ما تسبش بالدين؟ لو سبيت بالدين مش هتقعد معانا تاني يا نسر. نزله لو سمحت. انا بقول لك لو سبيت بالدين مش هتقعد معانا تاني. وسب الدين انزل تحت. لا مفيش فايده، عشان هو دي ثالث رابع مره يكررها. اهدي يلا اشتمنا بقى على ناقصين احنا الدين دين دين. اهدي. طيب انتوا ما سمعتوش يا شباب اخر خبر بانه اللقاء صباحين ولا شو اسمه مع السيسي في افطار اليوم؟ مش عارف ان الاخبار صحيحه ولا لا. عاملين صباح يا شيخ علاء كان موجود النهارده في بتاع الفطار بتاع السيسي. طبعا ايه المشكله يعني؟ ايه المستغرب كده؟ دخل هو اشتغل محلل اصلا.
انا ما اعرفش الناس اللي لسه مخدوعه في دول مخدوعين يا جماعه. انتوا شيء غريب والله يا جماعه. النجس نجس والله النجس عمره ما هيتطهر مهما تحاولوا فيه ومهما يتلمع فيه مش هيتطهر. كلهم انجاز كلهم اوسخ من بعض. بلاش قرف يا راجل. الله بتوع جبهة الإنقاذ دول هنفشخهم قبل السيسي نفسه يا عم. قسما بالله العلمانيين والليبراليين كلهم كانوا تابع جبهة الإنقاذ. اللي طالعين دلوقتي يقولوا ارحل يا بلحة كانوا تابع جبهة الإنقاذ وكلهم ساهموا في الانقلاب العسكري. عارف هلا اللي هم زعلانين عليها دي؟ رقصت وكانت شايلة كفانها. يا خرب بتوع اللي عملته. كانت شايلة كفانها ضد محمد مرسي. هلا اللي انتوا زعلانين عليها دي؟ بقول لكم انتوا ناس اصلا معديه والله. انا مش زعلان عشان مين اللي زعلان عشان مين اللي زعلان عشان ايه؟ في ناس كتير زعلانه علشانها يا عم. ناس كتير يا عم. ده شغاله مع المخابرات يا عم. يا حبيبي ده في ناس من وسطنا كمان مخشوشين فيها. ايه مره وعملت مره وعملت عملت ايه يا عم؟ ده انتوا اللي مره يا عم. هاي تمثيبية عادل أدهم الجديدة. هاي هلا وصفاء تمثيبية جديدة لإنهاء الشعب يا ابني. دي شغالة مع الدولة العميقة ومعاها ناس في الكلاب هاوس قاعدين كل شوية وعاملين غرف هي تبع جمال وعلاء مبارك ودول وده وتبع رجال الاعمال. سلامات. السلام عليكم. ازيك يا شيخ علاء؟ يا بلدي. السلام عليكم جميعا. كيف استاذ علاء؟ السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مرحبا شيخ علاء. انا صراحه مع الشيخ علاء. ما لن يبقى احد المفروض لانه صارت في ثورات ورجعوا زي الكلاب. حفروا للناس اللي سووا ثورات ورجعوا هم زي الكلاب. الثورة الفرنسية أحسن ثورة في التاريخ. مقصلة وفي الشارع وشيلوا الروس حتى لا يأتوا الظهر حتى أحد بعد ما طبعا ما يرجع الروس الرق. على ما تشرح الناس حقنا يا رجل ضي. أنا ما تشرح للناس حكم سيدنا سعد بن معاذ اتعمل ايه في اليهود بني قريش. اقول مداخلتي بس يا جماعه بعد اذنك. الشيخ علاء يعني كده هلا فهم دي وصفاء والجماعه دول خلاص كارت واتحرق يا حبيبي. كلهم من الدوله يا ابني كلهم. ايوه انا عارف ان انت يعني هم طرف للمخابرات والدوله العميقه. كلهم نظام كده يعني. معنى كده السيسي انتصر يعني بعد ما حبسهم كده خلاص كده ده كروت واتحرق. مين قال لك حبسهم اصلا؟ شفتهم هم محبوسين واخدهم يعني خمس نجوم يعني حبس خمس نجوم اصدق يا عم في بيتهم ومنعهم من النشر وخلاص يا قصه. حبيبي انا بكلم الشيخ علاء يعني واخدهم كده يعني شكليا اي كلام لكن هم في خمس نجوم. في حاجه اسمها اعتقال اعلامي يمنعها من التواصل و اعتقال اعلامي قامة يعني جبرية في البيت. صناعة الحدث قاعد يخليهم تك 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 أكيني في معارضة جوه وبعدين يروح واخدهم معتقلهم عشان لو حد حب يعمل يقولك اما عملوا وتكلموا وتحبسوا. فهمت حاجة؟ يعني شيخ علاء برضو معلش يعني دي كده مسرحية من السيسي ولا نظام مع نظام ولا ايه؟ كلها افلام. اقول لك مسرحيه يعني. فاكر انت لما صلى سيدنا محمد لما جم في اول 2014 كده لما قال لك ان السيسي اتقتل وجايبين واحد دوبلير مكانه؟ ادي كانت مسرحيه من ضمن المسرحيات اللي كانوا بيشتغلوا بيها الشعب. وايام ما كنا الناس في الميدان كان كل شيء يقول لك اصل مبارك مات وعشان الناس تنصرف من الميادين يعني ايام الفتره الانتقاليه وهجايز كتير. فكل دي فرقعة إعلامية إن هما بيثبطوا الناس يعني أو يخوفوهم. محمد هنيدي عبد الرحمن يا باشمهندس أقول لك الدوبلير ده كان محمد رجالة قالت يا رجالة والسلاح هيترفع وهيبقى دندرة بس بتقول يا باشمهندس دوبلير إيه؟ أنا قلت لكم أنا قلت لك هو الدوبلير ده كان محمد هنيدي ولا مين؟
المعمعة كلها بعد ما بين العيدين. انا كنت اقول كده بعد رمضان بشهر. بص يا باشا صوت النهاردة يا شيخ علاء على الاخبار اللي انا سمعناها. افتكرتك لما قلت على 13. بس هو ده الخلاصة. كبر دماغك. هو الكلاشنج اللي انتوا سمعتوه ده هو ده الحل. ده الحل. النهاردة كل الاخبار يا شيخ علاء اللي سمعتها وعمال يلف حوالين وداني الرؤية بتاعت ال13 والله العظيم. تحية لأخونا صقر الذهبي وتحية للناس جميعا. ادوا فرصة لغيركم يتكلم. الشيخ علاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحد أحمد يا مراحب. اتفضل الشيخ علاء مش واخد باله والإخوة طبعا بنتكلموا كتير. احنا عايزين نسمع صوتك ونسمع صوت كل حر والناس اللي بتطبل وبتزمر في كل الموائد وبتتنقل من غرفة لغرفة مش عارفينهم مع مين. يعني نرجو منهم يوضحوا لنا رؤيتهم المظبوطة هم مع مين بالظبط عشان احنا تعبنا. احنا زمال الشيخ علاء العنوان بتاعنا هنا مكتوب. اي حاجة تانية بقى احنا مرافضينها لان احنا في حرب مع عدو وعدو شرس عمل معانا كل اللي هو يعني ما سابش حاجة لما عملها معانا. فعايزين نتكلم في المفيد. هلا مش عارف مين وهلا مين وفلانة مين. احنا ملناش دعوة بده كله. احنا عندنا هدف عايزين نحققه لانقاذ بلدنا وانقاذ شعوبنا وانقاذ ديننا ومساجدنا وبيوتنا وعرضنا وشرفنا. بدل ما نسمع واحدة تقول لك حطولي مش عارف ايه في الرحم ولا واحدة تقول لك بقى الكلى. فكل ده مسؤوليتنا احنا اللي احنا نحرر بلدنا. لكن بقى اللي هم بتوع الاقتصاد وبتوع الارقام دول ما يلزموناش ولا بتوعنا. احنا بنتكلم لانقاذ وطن اسلامي عربي محتل زيه زي فلسطين زي كل العرب. اسمه ياسر ياسر محمد عز العرب بيقول لك شيخ علاء كفايه تنظير ارحم ابونا والنبي. فانا ما برحم وانا في داير ارحم ابوك. افترضنا في جهنم ارحمه ازاي؟ نعم ابو اللي نط على امك ما هو ابن كلب عرس. نسمع اخونا سارة شيخ علي. الناس اللي فعلا تسمع لها صوت وصوتها يعني معروف وصوتها من القلب. وادي ربنا يبارك فيه من الغرف. عزك الله يا عم الحاج احمد يا حبيبي. عزك الله يا شيخ علي. بس وهي انا يعني الكلمتين اللي هم يعني عشان ينهوا جدل كبير والطبق الروعة حي على الجهاد. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم ما من أمة تركت الجهاد إلا ذلت. كل أنواع جهاد الكلمة والجهاد ضد كل واحد يعتدى عليه. أنت زعلان إن منعوا التهجد في المساجد؟ أنا في غاية السعادة. عارف ليه؟ عشان هو ده المنتظر. كل اللي بيحصل نبوءات ناس قالت لها والمواطن ابو ديل قال لك شوف الارهابيين عايزين يعملوا ايه في البلد. سياسة اليهود ان ما كسبش خطوة ما بيخسرش خطوة. والحمد لله كسبوا كتير قوي بسبب جهل الشعب المصري تحت مبدأ القرآني فاستخف قومه فأطعوه. خدهم على حجره وانتوا نور عينينا وانتوا معرفش ايه. وشعب أهبل بيريل ورا اي كلمتين. هو ده المنتظر. ده مش كده كمان. انت زعلان عشان التهجد اللي لغاه؟ ده لغى حاجات كتير قوي في اسلامك. ده هيلغي هويتك الإسلامية أصلا من البطاقة اللي انت شايلها في جيبك. يعني حتى المسلم اللي كان بالبطاقة مش لاقينها أو مش هنلقاها أو هندور عليها. يا شيخ علاء الغباء جندي من جنود المولى عز وجل وبيسلط على أصحابه. ويويله اللي ربنا يسلط عليه غباءه وكبرياءه. يويله. أنا بنتظر المزيد ولعل الناس تفوق.
اما الحوارات الهقص بتاع هالة زيد دي ولا هالة فهمي وصفاء والكلام ده، لقوه ما جابش نفعه. كانوا عايزين يعملوا تغيير الوشوش، تغيير الشكل، شال بدلة وحط بدلة، ما نفعش وما عرفش يعمله. هيسيبه؟ لا مش هيسيبه. وقت ما طلعت الوثيقة وتم التعميم عليها وتم نشرها، دول ما كانوش موجودين. عارف انت اللي بيخبط وبيلاقي زي ما بيقولوا، هي ماشية كده. انا اي احداث جوه مصر ما بزعلش عليها، بل بالعكس بسمعها واتفرج عليها وانا مستمتع. ليه؟ هو ده اللي اتقال وهو ده اللي اتحكى من 11 سنة، والناس اللي كانت في الشوارع اللي اتقتلت اللي انتوا رقصتوا على دماءها كانوا بيحافظوا على الحتة دي. الناس اللي ضحت واتهجرت من بيوتها، ودايما بأكد على الموضوع ده لان كلنا دفعنا الضريبة، ومستنيينك يا شهم اللي كنت متغفل واول ما اتقرصت وقلت اي رجحت قلت ثورة. هي مش اعدالك او اقفلك على الباب عشان اما تتزنق تلاقيها. شيخ علاء، الناس تخلت عن دينها بما فيه الكفاية، بس حمية الصيام بقى ورمضان، ورمضان هو شهر القرآن، بدأت الناس تفتكر، ففيها قرصات وحاجات لعلها تكون بتفوق الناس وترجع الناس لدينها. بس لسه استنى، هي ما خلصتش. وانا حابب بس انسؤال، مش هتقوم واخلص يا حبيبي وتفضل اسأل. وفي ناس قايمة على الغرفة على فكرة، انا اضيف في الغرفة مش مكتوب. الكلام اللي احنا بنقوله وبنعيده، بنقول تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، بص عليها اقراها، قيسها على مجتمعك، لو مش نافعة ارميها زي ما انت رميها، بس مش هتشوف الا الذل ولا الانحطاط اللي انت شايفه. نافعه استمسك بيها لعل ربنا حتى يرزقك الشفاعه اللي هيشفعها النبي صلى الله عليه وسلم في امته.